الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول، يقول: إذا دخل الشخص إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن السلام عليكم، فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟ الواجب عليه يرد، يقطع القراءة ويرد السلام. أما إذا كان الصلاة يرد بالإشارة، إشارة بيده. أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد، يقول عليكم السلام. نعم.